اسمي احمد سعيد، انا مدرب فريق هول فلور، اول فريق مصري لرياضه نط الحبل. الرياضه دي منتشره في دول كتير على مستوى العالم، للاسف على مستوى الدول العربيه مفيش غير احنا الفريق بس الوحيد. اللي بيسمع كلمه نط الحبل بيفتكر ان هو النط التقليدي، الحبل بيعدي من تحت رجلك من فوق دماغك بالشكل العادي. لا، الموضوع مختلف وكبير ومتوسع وفي اكتر من جزء. في جزء بيبقى فردي واحد بس بيلعب، وفي جزء زوجي اسمه تو ويل وتو بيرسونز وان روب، حاجه اسمها دبل دوتش، بيبقى شغل جماعي. لعبه كبيره وليها بطولات عالم، للاسف مفيش اي دوله عربيه تعرف على حاجه غيرنا احنا، يعني على مستوى العالم كله في اتحادات وفي بطولات عالم بتحصل بصفه منتظمه. احنا بس للاسف الفريق الوحيد اللي بيعرف اللعبه دي في مصر، وبدانا نمارس اللعبه دي عرفناها عن طريق فيديو كليب لاغنيه اسمها رايز اب. الاغنيه دي كان الفيديو كليب بتاعها عباره عن مجموعه بتنط حبل بس بشكل مختلف تماما، الشكل عجبني. بدات ابطئ الفيديو وبدات اتعلم حركات واوقف واسرع واقدم وابطا، بدات اتعلم كام حركه كده، واكتشفت بعد كده ان في لعبه فعلا عارف. بدات اعمل سيرش اكتشفت ان ليها قوانين وليها بطولات وليها حاجات كتير، والمفروض اكل معين تاكله برضه لازم نسبه الكالسيوم اكتر من نسبه الكالسيوم اللي بياخدها اي شخص عادي، عشان لو نسبه الكالسيوم في جسمك قليله هتعمل حاجه اسمها اوفرلود، هتبص تلاقي في الم في قصبه الرجل، في ركبتك، في الانكل جوين تحت، فلازم نسبه الكالسيوم كويسه يعني. الفريق بتاعك؟ الفريق بتاعنا اسمه هوت فلور. بدات الفريق انا مدرب باركور وكونغ فو. اول ما بدات اتمرن على اللعبه دي واتعلم الحركات بتاعتها كنت بخش التمارين بتاعتي في الباركور او كونغ فو بعمل الورم اب بتاعي بالحبل. فالمجموعه بدات تشوف شكل الحبل وخدت كومنت من كذا حد ان اللعبه جميله وانهم عايزين يتعلموها، فجات لي الفكره ان اسس اول فريق مصري لرياضه نط الحبل، وبدات فعلا اعمل فريق ونزلنا اول فيديو من 2012. والحمد لله كل سنه الفريق بيزيد، وعملنا كذا ايفنت عشان ننشر اللعبه. عايزين يعني احنا هدف الفريق بتاعنا ان عايزين ننشر اللعبه اكتر من كده ونديها حقها. اللعبه فعلا مهمه جدا، اي حد عايز يخلي الفيتنس بتاعه اعلى، او حد عنده وزن زياده عايز ينزله، اسرع حاجه هتنزل في الوزن هي رياضه نط الحبل. يعني مش هقول لك تعمل بعديها مثلا دايت او نظام غذائي، هي مش محتاجه اي حاجه، يا دوب بس تنظف اكل، تاكل سلطه كتير معاها، يعني حاجات بسيطه جدا، مش محتاجه بقى دايت او انك تروح للدكتور. لا، هي رياضه الفات بيرنر اساسا، يعني اعلى رياضات الفات بيرنر. انت عالم السباحه، انت عرضت ان انت تلعب اللعبه دي بشكل دولي هنا في مصر يعني المسؤولين وزاره الشباب او اي حاجه؟ هو بص، انا زي ما قلت قبل كده برضو ان يعني لو جيت تعرض حاجه زي دي على الحكومه او الاعلام او كده محدش هيبص لك، يعني كل الاتجاه بيبقى رايح ناحيه الكوره والالعاب دي يعني. بس انك تيجي تاسس اتحاد لرياضه زي دي، ان شاء الله ممكن نبدا مثلا حاجه اسمها جمعيه، بعد كده نكبر شويه او نقدر او اللعبه تنتشر اكتر ممكن نطالب باتحاد. انما لو جيت دلوقتي تطالب باتحاد ما اعتقدش ان حد هيقف جنبك حاجه زي دي. طيب، نفسك الرياضه تبقى فين في مصر؟ فين في مصر؟ تبقى بمكانها يعني، فين كمكانه مش فين؟ هو الرياضه دي المفروض مكانها يعني في النوادي الكبيره، يعني مش ما اعتقدش ان حاجه زي دي، لان هي لعبه كبيره زي ما قلت، هي متقسمه لكذا جزء، فمحتاجه فريق، ومحتاجه هي يعني مش محتاجه امكانيات، انت يا دوب هتمرن بالحبل بتاعك. في جزء متقدم شويه في اللعبه هيبقى فيه جمباز شويه، ده ممكن يبقى محتاج حاجات بسيطه شويه، مراتب بسيطه، بس يعني اللعبه كلعبه مش مكلفه. طيب، هي يا دوب الحبل بتاعك.